في مقابلة مع بي بي سي قال جيمس وير والد أحد ضحايا تفجير طائرة بان آم إنه مقتنع تماما بأن عبد الباسط المجرحي غير ضالع بالعملية وإنه كان على صواب عندما قرر التنازل عن حكم الاستئناف. أنا مقتنع بأنه ليس مرتبطا بذلك ولا ضالعا فيه، وأنا على وعي بما توصلت إليه لجنة التحقيق الاسكتلندية التي أردت الملف. وعبد الباسط كان على صواب حين كان يرغب في العودة إلى أهله وتخلى عن الدعوة، لذلك كان الأمر سيكون كارثة بالنسبة إلينا نحن أهالي الضحايا الذين نريد أن نعرف الحقيقة، ولكنني قلق بأن الأخبار الواردة اليوم لم تعكس بأي شكل من الأشكال ما جرى في ملف المجرح، والذي أعتقد أنه كان يجب أن يصل الحكم فيه لما وصل إليه.